السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله بإذن الله انا عايز اشرح معاكم واتكلم معاكم شوية على Summary for Analytic Geometry. الموضوع ده مهم قوي، وطبعا بالنسبة للـ Engineering Application of Mathematics يعني كريتيكال، لان جزء كبير من الكورس بتاعنا بيتكلم على السامري اوف اناليتيك جيومتري، فمحتاج ان انتوا او يعني على الجزء بتاع اناليتيك جيومتري. فانا لقيت ان احسن حل ان انا تو ريكورد الفيدز دي هنا، حتى انا ام ريكوردينج من المكتب بتاعي يعني، علشان to gather the necessary information والنيسيسري داتا that will help you out through your course. تابعوني من فضلكم، انا هحاول ابدا from scratch وهحاول اعدي بالمين بوينتس اللي تحاول انها تسمرايز الموضوع بشكل كويس جدا وتجعل الامور واضحه قوي بالنسبه لك. انا اول حاجه عايز اكلمكم عنها، عايز اتكلم على البوينت ان 3D. ازاي اقدر to represent a point in 3D؟ لما بتكلم على الثري دايمنشن، يعني اول ما ابدا اتكلم على الثري دايمنشن او بتكلم على الريبريزنتيشن اوف ا بوينت ان ثري دايمنشن، انا لازم ابقى فاهم كويس جدا ان انا عندي اكس واي وزي، ده الاكس اكسس، ده الواي اكسس، اند ذس از ذا زد اكسس. وأكشوال الجزء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، يعني الجزء اللي انا بتكلم عليه ده البوزيتيف بارتس فروم ذا سبيس ويتش كونتينز باي 1 ذاتس فور اكس واي، باي 2 اند باي 3. طبعا لما اجي ابص على دولت او على البلانز الاساسيه، الوضع او الجزء من السبيس اللي انا بتكلم عليه وبنايش عليه دلوقتي ده يعتبر 1/8 of the space، يعني يعتبر ده ثمن الفراغ، لاني بتكلم على، طبعا لو انا بتكلم على السبيس in general هيبقى عندي الزي بوزيتيف والزي نيجاتيف، وطبعا لما انا بتكلم على الواي اكسس وبتكلم على الاكس اكسس يبقى أنا عارف إن في extension للx from the other side وفي extension للy from the other side. فactual this is a quarter in case of z positive. This is the first quarter, second, third and the fourth quarters. وعندي fourth quarters تانيين طبعا يبقوا 1/8 موجودين with z negative. طيب if I want to represent a point that's x1 y1 and z1، لو انا عايز to represent a point by x1 y1 z1، how to represent it؟ العملية سهلة قوي، انا بمشي في ال x axis، ده ال positive direction وده ال negative direction، ال y axis ده ال positive direction وطبعا في ال other side ال negative direction، وال z نفس الكلام. فانا همشي على ال x axis for a distance x1، then انا همشي parallel لل y axis for y1، بعدين هطلع parallel للz axis for the coordinate z1. يبقى انا جبت البوينت اللي هي x1 y1 وz1 لو هما التلاتة positive. طبعا لو ال x1 كانت negative value يبقى انا كنت همشي في ال negative side of the x axis بعدين parallel to the y axis then parallel to the z axis واجيب البوينت بتاعتي. يبقى انا هنا شفت ازاي اقدر to represent certain point in cartesian coordinates بالنسبة للسبيس، ودي دايما انا بحتاجها كتير. برضو من الحاجات اللي انا يهمني ان انا اعدي عليها بسرعة معاك، ازاي اقدر ان انا اجيب vector between two main points. يبقى انا لو عايز اجيب vector between two points، معلش ثانية واحدة، انا طبعا الاقلام حاولت استخدم الاقلام الاسرع اللي موجودين. لو انا عندي P1 هي عبارة عن X1 Y1 Z1 وعندي B2 اللي هي X2 Y2 و Z2، لو انا عايز اجيب الdistance I'm sorry الvector اللي connecting these two points، العملية بسيطة جدا. All we have to do is to get the difference between the various coordinates
in the direction of X, Y, Z. يعني إذا بكل بساطة أقدر أقول إن الفيكتور اللي connecting P1 و P2 أقدر أكتب P1 P2 vector. الكلام ده هيساوي هجيب الديفرنس between X2 minus X1 و Y2 minus Y1 و Z2 minus Z1. أنا كده جبت إيه الفيكتور اللي connecting التو بوينتس دول مع بعض. والموضوع ده غاية في الأهمية. أنا بستخدم كتير جدا إن أنا أوجد direction ratio أو vector between two main points especially لو هم موجود in space. بحتاج ده في الفورميليشن بتاع الستريت لاين. بحتاج ولو انا بحتاج فيكتور موجود ان ا بلان اور سمثينج فده يعتبر من المين بوينتس اللي انا اي وونت يو تو ريممبر. يبقى فور ذا تايم بينج فور ذس سلايد انا عارف ان تو ريبريزنت هاو تو ريبريزنت اني بوينت اني بوينت ان سبيس ات ويل هاز 3 كووردينتس x1 y1 z1. x1 فور ذا x كووردينتس, y1 for the y coordinate, and the z1 for the z coordinate or the third coordinate. نقطة تانية, how to get a vector connecting or between two points. Simply, I will get the difference between x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. I want you all to remember that there is no difference if you consider b1, b2, or b2, b1, as we have a main rule that any vector, it's not gonna change if you multiply the coordinates of this vector by a scalar value. أي متجه لا يتغير إذا ما ضربت مركباته, يعني المركبات بتاعته, في مقدار ثابت. يعني الفيكتور 1-1-1 هو نفس الدايركشن 2-2-2 هو نفس الدايركشن -5-5-5 as long as you are multiplying الكوردينتس in a scalar value or a certain value your vector will be in the same direction so you should be in a good shape. من الحاجات اللي انا يهمني انك تعرفها between two vectors ودي هتفرق معانا كتير قوي. لو انا بتكلم على two vectors v1 و v2 عايز اعدي بسرعة على الدوت برودكت اراجع عليه معاك والكروس برودكت. لو انا عندي v1 هو عبارة عن a1 و b1 و c1 وعندي v2 ده vector وده another vector هو عبارة عن a2 b2 c2. يهمني جدا ان انا اعرف الاتي. اول حاجة how to get the scalar product او dot product. a dot product وده من الحاجات اللي انا بحتاجها على طول. a dot product of two vectors is simply لما اقول v1 dot v2 ده معناه ان انا بكل بساطة بضرب الكووردينتس في بعضها. يعني بقول a1 times a2 plus b1 times b2 plus c1 times c2 and it will give you a value, it will give you a scalar quantity, it will give you a certain number. خلي بالك دي مهمة قوي لان دي بيدي لك condition حلوة قوي. if v1 dot v2 the scalar product can be يساوي 0 يبقى اذا على طول ال vector v1 is perpendicular on the vector v2. يبقى simply لو انا عندي two vectors وعايز اعرف two vectors دول perpendicular او لا, بكل بساطة بجيب الفيكتور الاولاني الكوردينتس بتاعته, بجيب الفيكتور التاني الكوردينتس بتاعته, بعمل دوت برودكت او بالعربي يعني ضرب القياسي. اذا حصل ان الدوت برودكت كان بيساوي زيرو يبقى اذا التو فيكتورز دول على بعض على طول بيبقوا بيربنديكولار. وده من التشيكس المهمة والنقط المهمة اللي انا I want you to remember. كمان حاجة مهمة قوي انا يهمني انك تعرفها, لو انا عندي الفيكتور V1 is parallel to ال vector v2. ازاي لو انا عندي two vectors اعرف ان هم parallel لبعض؟ لو two vectors parallel لبعض هتلاقي ان ال ratio بتاعة ال coordinates between them is constant in the same, they will have the same ratio between the various coordinates.
يعني لو انا عندي ال V1 A1 P1 C1 وال V2 A2 P2 C2 لو انا جبت A1 by A2 هلاقيه بيساوي P1 على B2 هلاقيه بيساوي C1 على C2 في الكيس in such a case يبقى اذا ال two vectors بتوعك are parallel. يبقى انا دلوقتي عارف ان التو فيكتورز دول هما بارلل فيكتورز على طول هقدر ان انا استغلهم او ابقى عارف التشيك ده. كمان من الحاجات اللي احنا بنستخدمها كريليشن بتوين تو فيكتورز هاجلها شويه لغايه لما ادي لك حاجه مهمه جدا جدا وهي الكروس برودكت. يبقى خلي بالك till the time being احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات، يعني ايه how to represent a point in 3D، how to النقطة التانية ازاي بقدر اجيب vector between two points. This was the third thing that I want you to know which is the dot product. انا بحاول to memorize it يعني to help you to memorize this، ازاي اقدر اعمل dot product between two vectors. واللي انا عايز اتكلم عليه دلوقتي برضو مهمة قوي، ازاي اقدر اعمل كروس برودكت بتوين تو فيكتورز، وده موضوع مهم جدا لان الكروس برودكت بيدي لك النورمال فيكتور على تو فيكتورز، وده هيبقى مهم جدا 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 معايا وانا داخل على البلان. يعني بص، لو انا على سبيل المثال عندي ده V1 ده الفيكتور V1 وعندي ده الفيكتور V2 whatever هو شكلهم عامل ازاي، لو انا عايز اجيب normal vector on both of them يعني لو عايز اجيب النورمال فيكتور اللي هو متعامد عليهم، يعني لو عايز اجيب الفيكتور اللي عامل كده ده كده normal vector which is perpendicular on V1 و perpendicular on V2 whatever شكلهم عامل ازاي، لو ده V1 وده V2 انا دلوقتي بتكلم عن النورمال فيكتور اللي هو ده شكله اللي هو الفيكتور العمودي على both of these two vectors. الأمر من أسهل ما يمكن أن تتخيل. لو أنا حبيت أجيب V1 cross V2 كل اللي أنا بعمله بفتح determinant بكتب فيه I J K بعدين ببدأ أحط الـ coordinates بتاعت الـ V1 اللي هي A1 B1 C1 وحط الكوردينتس بتاعت ال V2 A2 B2 C2 وبحسب الكروس برودكت ده بالظبط زي ما بفك اي ديترمنت. اللي هيحصل من هنا ان انا هجيب النورمال فيكتور اللي هو perpendicular on both of V1 و V2 ده الاتجاه المتعامد على ال V1 وال V2، انا كده اقدر اجيب النورمال فيكتور ده. لو عايز تشوف النورمال فيكتور ده هتبقى الكوردينتس بتاعته ازاي، عمليه بسيطه قوي، انا همسك الاي اكني بفك ديترمنت، هو مش اكني انا بفك ديترمنت، لما تقف على الاي وريموف الرو والكولم سو اتس gonna بي B1 C2 ماينس C1 B2، بعدين همسك الجي ماينس جي، عمليه سهله قوي، ريموف الرو والكولم ده هيدي لك A1 C2 minus C1 A2 بعدين plus هيبقى عندك ال K remove الكولم والرو، يبقى أنت دلوقتي عندك A1 B2 minus ال B1 A2 ده كده أنا عملت الكروس برودكت وجبت النورمال فيكتور اللي هو متعامد على ال two main vectors بتوعي اللي هما V1 و V2. على فكرة من الحاجات اللي يهمني انك تبقى عارفها بالنسبة لموضوع الكروس برودكت ده، انا ممكن العب اللعبة دي باسلوب تاني، انا ساعات كتير قوي بحبها يعني مثلا على سبيل المثال تاني، لو انا عندي ال V1 انا بحاول بس اختار الاقلام اللي هي اكبر شوية او تخينة يعني بحيث انها تبقى واضحة بالنسبة لك. لو انا عندي الفيكتور V1 اللي هو عبارة عن A1 و B1 و C1 والفيكتور V2 اللي هو عبارة عن A2 و B2 و C2 وانا عايز اعمل normal vector
بسهولة قوي، يا إما أعمل الوضع اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي الكروس برودكت ده، أو ممكن أعمل الأرينجمنت اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي. أنا هكتب البي بعدين سي بعدين اي بعدين بي، لازم تكتب كده بساب بي سي اي بي، بعدين هرص الكوردينتس بتاعت الفيكتورز ده على الوضع ده. ده من الطرق السريعة قوي اللي اقدر استخدمها علشان اقدر ان انا احسب كروس برودكت. يعني ابدأ من هنا اقول بي 1 سي 1 اي 1 بي 1 واللي تحتيه similar to it. So it's gonna be B2 then C2. خلي بالك ببدأ من عند البي، يعني ببدأ من الواي كوردينت، باخد الزد كوردينت بعدين ارجع على الاي بعدين البي، يبقى C2 بعدين عندي A2 وB2. بعدين هعمل ايه؟ الفيكتور الجديد النورمال فيكتور بتاعي، هفتح اهو النورمال فيكتور. بصوا يا شباب اكني بعمل second degree determinant. يعني اذا هضرب B1 في C2 minus C1 في B2 كده، يبقى انا هدخل اهو اقول B1 times C2 minus C1 في B2، then هعمل نفس الكلام في الواي كوردينت كده، الاكس كوردينت اللي هو الاي، هروح اجيب الجي نفس السيكونس بالظبط، يبقى ده عباره عن C1 في A2 minus A1 في C2. In a similar manner هروح اضرب A1 في B2 minus، يبقى انا كده بجيب الثيرد كوردينت بتاعت النورمال فيكتور اهو A1 B2 minus B1 في A2. خلاص انا جبت النورمال فيكتور بتاعي. يهمني جدا دلوقتي، خلي بالك احنا قلنا 4 main points، اتكلمنا على الكروس برودكت، انا كلمتك على الكروس برودكت، كلمتك على الدوت برودكت. لو انا عندي 2 فيكتورز عايز اجيب الدوت برودكت، تاني بعمل ايه؟ بضرب A1 times A2 plus B1 times B2 plus C1 plus C2، بيطلع scalar value، بيطلع value. لو الدوت برودكت equal 0، this is really very important for you to remember، ان لو V1 dot V2 equal 0، that's ان these two vectors are perpendicular on each other. الموضوع او الكلام اللي انا بتكلمه معاك دلوقتي اهميته القصوى ان دي tools اللي انا هقدر استخدمها down the road وانا بشتغل على الستريت لاين او بشتغل على البلان through various applications for the points والvectors والموضوع بتاع ال 3D ده. كمان لو انا عندي 2 vectors وانا I'm suspecting if they are parallel or not، اعمل ايه؟ all I have to do is to get the ratio of V1 on V2 or V2 or V1. يبقى انا هروح اجيب A1 divided by A2 واجيب B1 divided by B2 with third coordinate C1 over C2. If they are all the same, then the two vectors are parallel. يبقى إذن if the two vectors coordinates have the same ratio together, يبقى إذن the two vectors دول are parallel to each other. لو أنا حبيت إن عندي certain plan، أهو أنا عندي plan بالشكل ده كده، بصوا بصوا، لو أنا عندي plan، plan يعني ده معناه زي البيبر اللي انا بتكلم عليها دي، وفي عندي هنا تو فيكتورز، ادا فيكتور، خليني اقول ادا فيكتور وادا فيكتور، ده فيكتور دايركشن وده فيكتور دايركشن. If I really wanted to find the normal vector which is perpendicular on both of them، بسيطه قوي، all I have to do is to do a cross product for V1 and V2 and then I will get the normal vector that I'm aiming to have. وده موضوع كريتيكال جدا في البلان داون ذا رود زي ما نشوف. يبقى اذا اعمل على طول اي جي كي، احط الفيكتور كوردينتس الاولانيه اي 1 بي 1 سي 1 والفيكتور كوردينتس الثانيه اي 2 بي 2 سي 2، then perform الكروس برودكت بتاعك، then you will find the normal vector that you are seeking، وبالتالي الامر هيبقى سهل قوي عليك. الموضوع ده مهم قوي قوي يا شباب. ممكن الكروس برودكت لو انت عايز تعمله، انا بحب قوي اعمله كده، بروح كاتب A1 P1 C1 A2 P2 C2، دول التو فيكتورز بتوعي، all I have to do is write B C A B، بعدين ارص التو فيكتورز دول واعمل ملتبليكيشن بتاعي في ثانيه بطلع. الموضوع مش مستاهل اكزامبل يعني على ده،
علشان بس الوقت عايز اقول لك حاجات كتير قوي. هخلي الاكزامبلز داون ذا رود، بس يعني واي نوت. اف اي هاف ا فيكتور v1 ذاتس 3 4 اند 5، انا ممكن ادي لك الفيكتور بالشكل ده واقول لك مثلا ان v2 هو عباره عن i minus j plus 2k. انا كده جبت لك 2 فيكتورز. فايند perpendicular vector on both of them. لو انا عايز اجيب vector متعامد عليهم، امر من اسهل ما يمكن ان تتخيل. All I have to do. لو انا عايز اجيب normal vector، لو انا عايز اجيب normal vector perpendicular on v1 and also perpendicular on v2. All I have to do. انا هجرب الطريقة معك بتاعت ال BCAB. شوف بص بالراحة خالص، انا كل اللي انا هعمله دلوقتي اهو. بصوا يا شباب، انا هكونسيدر ان النورمال فيكتور بتاعي ده هو عبارة عن A و B و C. هو ده اللي انا عايز اجيبه. هروح جاي كاتب كده B then C then A then B. ببدأ من عند الواي، هبدأ ارص الارقام 4 then 5 then 3 then 4. بصوا كده بدأت 4 5 3 and 4. ببدأ B C A B in a similar manner. طبعا V2 ده انا عارف ان الفيكتور V2 انا اقدر اكتبه كده I قدامها 1 الJ قدامها negative 1 والK قدامها 2. هبدأ نفس السيكونس، يبقى إذن from negative 1 then 2 بعدين A 1 بعدين B بنيجاتيف 1. هروح أكتب النورمال فيكتور. We are done. We are done. يبقى إذن النورمال فيكتور that I'm seeking to have at the time being. بصوا أرجوكوا ركزوا قوي. بضرب 4 times 2 minus الأذر secondary direction. بحسب determinant 2 by 2. موضوع سهل قوي يا شباب. يبقى 4 times 2 الكلام ده هيدي لك 8 minus negative 5. يبقى أنا دلوقتي عندي 8 plus 5، يعني إذن النمبر ده بيساوي 13. In a similar manner 5 times 1 it's gonna be 5 minus 3 times 2 which is 6. يبقى إذن ده هيبقى negative 1. The third coordinates it's gonna be 3 times negative 1 it's gonna be negative 3 then minus 4 negative. وانا بعمل secondary diagonal يبقى إذن ده it's gonna be negative 7. انا جبته على طول. In a similar manner على طول انا ممكن اعمل cross product عن طريق ان انا اكتب هنا i واكتب الj واكتب الk، بعدين هبدأ احط الفيكتور الفيرست فيكتور which is 3 4 and 5 second vector which is 1. اوكي يا شباب، which is 1 negative 1 and the 2. وان ا سيميلر مانر I will get i that's طبعا افتكر طبعا بعمل elimination للكولم والرو اللي موجود معاهم الاي، هيبقى 4 times 2 which is gonna be 8 minus 5 times 1 which is negative 5 so it's gonna come up to 13. بعدين ده negative واحط الـ J ده الساين بتاعت الـ cofactor بتاع الـ 3 by 3 determinant. I will eliminate a row with column so it's gonna be 3 times 2 which is gonna be 6 minus 5 so it's gonna be 1 so this is actually it's gonna be negative J then plus الـ value بتاعت الـ K. هروح eliminate الـ X الـ column والرو الرو والكولم بتوع الـ K هيبقى 3 times negative 1 بنيجاتيف 1 minus 4 so it's gonna come up to negative 7. يعني اقدر اكتبه على طول 13 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 7 exactly زي ما انا حسبته من شوية. الموضوع ده مهم قوي 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 زي ما احنا هنشوف ان شاء الله كمان شوية اهو تاني، علشان لو انت عايز تتشك ده الـ 2 vectors. لو انا بالطريقة الاولانية هكتب BCAB، هبدأ من الB بعدين الC بعدين الA بعدين الB in a similar manner بالنسبة لV2 negative 1 then 2 بعدين 1 و negative 1 as you can see. بعدين همشي بنفس البروسيجر اللي انا قلتها لك دلوقتي، مفيش مشاكل whatsoever. كمان حاجة عايزك برضو تبقى عارفها من الامور اللي انا بحتاجها كتير. لو انا عندي 2 vectors
عندي الفكتور اللي هو V1 تاني once more A1 B1 C1 وعندي الفكتور V2 اللي هو الكوردينتس بتاعته A2 B2 C2 وانا عايز اوجد الانجل between these two vectors. It's really very simple. All I have to do cosine theta it's gonna equal to V1 vector times V2 the vector divided by المagnitude بتاع ال V1 times المagnitude بتاع ال V2 او المودلس بتاع ال V2. طبعا المودلس or magnitude of any vector بيساوي ال square root of the sum of the squares of its coordinates. يعني لو انا عايز to apply الرول دي هنا العملية سهلة قوي 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 يا شباب. All I have to do is to find A1.A2 plus B1.B2 plus C1.C2. الكلام ده will be divided by A1 to the power of 2 plus P1 to the power of 2 plus C1 to the power of 2 times then A2 power 2 plus B2 to the power of 2 plus C2 to the power of 2. كده انا جبت كوزين ثيتا وجبت الانجل اللي هي between these two vectors. ده موضوع سهل قوي 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 اقدر احسبه بسهولة زي ما حضراتكم شايفين. برضو من الحاجات اللي كتير قوي ممكن نحتاجها واعتبرها اخر حاجة بالنسبة للpoints اللي انا عايز اراجع عليها قبل ما اخش في الستريت لاين والبلان النكست ليكتشر على طول. انا مش عايز اخلي المحاضرة دي طويلة عليك عشان تعيد الفيديو ده اكتر من مرة وتراجع الحاجات اللي فيه. This is really very important. يعني لو انا عايز اجيب البروجكشن الاورثوجونال بروجكشن بتاع two vectors on each other, لو انا عندي two vectors وعايز اجيب الاورثوجونال بروجكشن بتاع التو فيكتورز دول on each other, يعني مثلا لو انا عندي ده v1 وعندي ده v2 وانا عايز اجيب الاورثوجونال بروجكشن بتاع ال v2 on v1, يعني عايز اجيب الديستانس دي, عايز اجيب المسافه دي, ده المقصود بالاورثوجونال بروجكشن بتاعي. موضوع سهل قوي, فعلا موضوع سهل قوي. يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب, خلي بالك, لو عايز احصل على الاورثوجونال بروجكشن اوف v2 اونتو v1, موضوع سهل قوي. كل اللي انا هعمله هقول على طول ان الديستانس, وليكن هي دي الديستانس اللي انا عايزها, الكلام ده هيساوي الدوت الابسولوت بتاع الدوت برودكت, ده الابسولوت فاليو لان دي ديستانس بتاعت ال v1 دوت ال v2. واز لونج از انك عايز تجيب الاورثوجونال بروجكشن بتاع v2 على ال v1, انا هقسم على المودولس بتاع ال v1. يبقى انا هنا بجيب الاورثوجونال بروجكشن اوف v2 اون v1. على فكره لو انا عايز اجيب الاورثوجونال projection of v1 بقى المره دي on v2, الموضوع سهل قوي. كل اللي هيحصل النومينيتور it will be the same v1.v2, هحسب السكالر فاليو دي واخدها بوزيتيف, بعدين على الماجنيتيود بتاع ال v2. يبقى فوق لو انا بجيب v2 الاورثوجونال بروجكشن على ال v1, وتحت العكس لو انا عايز اجيب الاورثوجونال بروجكشن اوف v1 اون v2. يعني لو انا عملت كده وعملت ده كده وقلت ان ده ال v1 وان ده ال v2, الديستانس اللي انا بتكلم عليها بقى دلوقتي هي عباره عن الديستانس اللي حضرتك شايفها دي اللي هي البروجكشن اوف v1 اون v2. بعمل كده. القانونين دول مهمين قوي قوي, هستخدمهم برضو داون ذا رود. المعلومات اللي انا قلتها لك دلوقتي كافيه جدا بالنسبه للانترودكشن اللي انا كنت عايز اكلمك عليها. خلي بالك احنا النهارده اتكلمنا على ايه, او في الليكتشر دي انا مشيت معاك في ايه. ارجوك خلي بالك, رقم واحد how to represent a point in 3D, number 2 how to get a vector between B1 وB2, ازاي اجيب vector between two points, number 3 ازاي اقدر اعمل dot product between two vectors, وايه اللي يحصل
او المعنى بتاع ان الدوت برودكت بيساوي 0، ده معناه تو فيكتورز ار بيربنديكولار. الكونديشن فور باراليزم بتوين في 1 وفي 2 ان الكووردينتس بتاعتهم they will regain the same value. خلي بالك احنا كمان خدنا يعني ايه كروس برودكت، ازاي اقدر اعمل كروس برودكت بتوين تو فيكتورز. كمان انا اتكلمت على ازاي اقدر اجيب انجل اوكي بتوين تو فيكتورز، واتكلمت على الاورثوجونال بروجكشن بتاع في 1 اون في 2. الحاجات دي غايه في الاهميه، دي التولز اللي انا بحتاجها ثرو الستريت لاين والبلان، هيخلي الامور بتاعتك سهله جدا ان شاء الله. نيكست سيتنج ان شاء الله اور نيكست سيشن انا هتكلم معاك على الستريت لاين وعلى البلان ان شاء الله من غير مقاطعه، ازاي نقدر ان احنا تو جو ثرو ذم، بس البوينتس دي مهمه قوي انها تو كيب ات ان مايند. ثانك يو فيري ماتش، ايف انجويد تو بي وذ يو توداي اند اي هوب تو سي يو سون ان شاء الله. شكر جدا جدا ليكوا، شكرا. Thank you.